من ضمن الأشياء اللي أنا أتمنى يعني على دولتنا دولة الكويت إنه يكون في بعض الشخصيات اللي يمتلكون جوازات محددة وعندهم سلوك غير يعني خلقي، وفي نوع من أنواع يعني ما حرم الله سواء من شذوذ أو من أشياء، هذا لازم يتم مراقبتهم. مو هذه ترى هالسوالف هي اللي قاعد تطلع لنا شخصيات من كل جانب وبكل مكان، عشان شين مستوى الأخلاقي عندنا قاعد ينزل. يعني مثلا في طقاقة لبنانية أنا أعرفها بالكويت، شايفة حالها ما شاء الله تحجت عن ريلها من هني للستار، يعني هو ريلها هو اللي أدخلها للكويت تحت إقامته، وما وياب منها اللي يابه من عيال وما أدري شنو، بس ذابحة كل يوم، أنا طلقت أنا رديت، أنا طلقت لا أنا رديت، أنا ما أدري زين والله ما عرف نالج مطلقة ولا قاعدة. يعني هذه مشكلتها الطقاقة اللبنانية، مو هذا الموضوع. الموضوع قلة الأدب اللي تقعد، يعني أول شيء ما تعرف تقعد مع شخص من غير ما تطعن بظهره، أوكي؟ كذابة، كذب، تروح عند ناس تقول لهم أنا عندي جواز أو أمريكي، هي مرة تقول لهم لا أنا جواز ما شنو، مضحك تمشي مع وحدة للأسف كويتية، يعني الخطأ أعتقد مشترك ما بينهم، هي طبعا تقرض في هذه المرأة الكويتية بكل مكان، هم تربطهم علاقة غير مشروعة. شوفوا علاقة غير مشروعة بين يعني النساء تنتين، مفروض ان من النساء، هو اكيد علاقة شاذة، علاقة شاذة لا تمت يعني ذي الاخلاق بصفة. فهذول اذا انا بسأل السؤال، يعني هاي الطقاقة ولبنانية وما ادري شنو، يعني الكذب عندها بفلس يعني، وتقعد تتحكى، وهذه المشكلة الكويتية اللي تصرف على اللبنانية، واللبنانية تتحكى، وفي الآخر على علاقتهم علاقة غير مشروعة غير خلقية غير يعني محللة، لأن طبعا الشذوذ هذا شيء يعني وايد حقير. يعني الشذوذ يعني هو يعني مذكور إنه من ضمن 10 نساء لا يدخلن الجنة، من ضمنهم هذه العلاقة من النساء مع بعض. فهذا أعتقد يعني أنت قاعد بشري ما شاء الله، فأنت قاعد تجيب لنا بعد قاعد تطق لهم إقامات حق عيال، إحنا إيش درانا أن عيالها أساسا هم ماشيين على الصراط المستقيم، إذا هذه الأم وهذه الصديقة وهذا الأبو لا، وكل يوم ما نعرف نقعد بمكان إلا لما تقعد تجيب طاري صاحبها الكويتي اللي ما رضى يتزوجها، وما شمو أنت من جمالك من عمرك من حالاتك من أخلاقك من دينك، من يعني ريال مو غبي والله صاحي لك، وزي منه إنه ما يبيش نهائيا. الحين بنسمع